قال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كلمة إمام أحصيناه في إمام، كيف إمام؟ أحصيناه في إمام، نعرف أن الإمام هو من أو ما يؤتم به، الإمام هو الذي يؤتم به، يعني ينسج على منوال، يعني يتبع يقتفى. كل شيء أحصيناه في إمام، إذن الإمام هذا الذي أحصي فيه كل شيء، إن أريد به الإحصاء السابق للقدر فالإمام هنا هو اللوح المحفوظ، لأنه هو الذي كتبت فيه مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وكونه إماما يعني مقتفا ومتبعا ومؤتما به، لأن التقديرات التفصيلية تؤخذ منه، فتقدير السنوي في ليلة القدر يؤخذ من قدر الذي في اللوح المحفوظ، فهو إمام التقدير السنوي. وتقدير حالة الطفل حينما ينفخ فيه الروح ويؤمر الملك بكتب 4 كلمات، يؤمر الملك بكتب 4 كلمات، هذه من الإمام الذي هو في اللوح المحفوظ، الذي هو اللوح المحفوظ، وهكذا. إذن كل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذا نظر أن الإحصاء كان قبل أن يخلق الخلق، فإذن الإمام هو الذي يؤخذ منه التقديرات التفصيلية. وقد يكون وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يعني الكتاب لصاحب العمل، كما قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الكتاب الذي هو في يوم القيامة هو إمام. إمام لماذا؟ إمام لما عملت، هل عملت كذا؟ هذا الإمام اقتفي، نعم موجود فيه، هل عملت؟ هو الإمام. ثم يأتي بمعنى الإمام شيء ثالث، هو الكتاب المنزل على كل أمة، كما قال جل وعلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فإذن كلمة الإمام لها ألفاظ شتى في القرآن، لها معاني شتى في القرآن ولفظها واحد، وهذا ما يسمى عند علماء التفسير يسمى علم الوجوه والنظائر، يعني ما اشتبهت الكلمات وتعددت المعاني. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يا أهل القرآن إمامكم القرآن أين أنتم، يا أهل التوراة، يا أهل الإنجيل، يا أهل الزبور، يا أهل صحف إبراهيم، وهكذا. فإذا الإمام هو ما يؤتم به، وإمام الصلاة هو من يؤتم به في الصلاة، وإمام الدنيا هو من يؤتم به في مصالح الدنيا، وهكذا. فكلمة هنا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين تعطيك انقطاع العذر، يعني أنت أين كيف فعلت وكيف ما فعلت فإنك لا بد أن هناك إمام لك ستذهب وراءه، وما يخرج منك ولا السابق ولا اللاحق ولا الكتاب الذي أنت منه. فإذا كلمة إمام تأتي على 3 أنحاء.